خليني في البدء أشكر الزملاء أنهم أكدوا أنه ما قام به الأستاذ ماجد المرزوقي هي إثارة الرأي العام. واضحة المادة في إثارة الرأي العام، الفقر المادة 50 الفقرة 4 واضحة، يعني فيها نص تقول إذا تضمن التصريح أيا كان نوعه إثارة الرأي العام وعبارات أو إثارات أو إشارات منافية للأخلاق يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد عن 100,000. واضح يعني مادة واضحة. طيب أوكي، المادة الثالثة 50 فقرة 3 أيضا تنطبق إذا كانت الإساءة تجاه الاتحاد، أو هذا هناك إثارة، خلينا نروح لاتجاه الإساءة. إذا كانت الإساءة تجاه الاتحاد أو لجانه القضائية أو لجانه الأخرى أو الرابطة أو أعضاء مجلس إدارة أو الموظفين أو العاملين يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة مالية لا تزيد عن 80,000 ريال. أنا ماني جايبها من عندي، هذه لائحة لجنة الانضباط في حالة إثارة الرأي العام وفي حالة الإساءة. فأعتقد أنه التكييف المناسب لحالة الأستاذ ماجد المرزوقي كانت المادة 50 فقرة 3 المادة 50 فقرة 4. أنت ليش رحت إلى تغليظ العقوبة؟ ليش رحت للمادة 50 اللي هو فقرة 4 فقرة 2؟ هذا أنت شددت. تعال خلينا نقول، يعني أنت كذا كأنك تقول أنه لم يستحق هذه العقوبة؟ إي، على اعتبار يعني الزميل عبد الله فلاته قال جملة لو كانت صحيحة هذه الجملة في سياقها أنا أتفق معه، أنه لما يقول أنه يعني في سابقة، السابقة في موسم واحد، يعني في موسم رياضي واحد، ما ترجع بأثر رجعي لموسم سابق، يعني هذه أول حالة. وفي تعدد مخالفات، في كمان تعدد مخالفات. ايوه بالموسم، بالموسم انا ماني اشوف، انا لا تحطني بالله يا بلامان، يا بلامان انا ماني ضد واحد، ماني ضد ماجد المرزوقي، لكن احنا نتكلم انت حتى لما عبد الله قال نقطه قلت له لا يمكن انك تكون في دي الحاله، في تعدد مخالفات، هو مش ارتكب مخالفه واحده، وهذه لها نظر في القانون لما تعدد المخالفات. لا يمكن احاسب، ما انا قلت الاساءه والاثاره، لحظه بلامان، لا يمكن احاسبك على مخالفه واحده زي اللي ارتكب عدة مخالفات. هذه لها نظر ولها نصوص في القانون، ويستند تستند عليها اللجنة، ويجب أن تكون مسببة وواضحة في القرار، يجب أقول أنها تكون واضحة في القرار. تفضل أبو لما كمل. هذا هي المخالفتين اللي تم الاستناد عليها، مخالفة الإساءة وإثارة الرأي العام. طيب هذه بنودها، أنت ليش رحت إلى بند آخر ما له علاقة لا في الإساءة ولا في إثارة؟ طيب فأنا أعتقد أنه كان قرار انا اعتقد انه للامانه لم يكن تكييفه صحيح، واعتقد انه من حق الاستاذ ماجد المرزوقي مدير الاحتراف ان يستأنف، ومن حقه ان يمارس عمله حتى ان يصدر القرار النهائي في هذه القضيه. ولكن السؤال المهم في هذا الموضوع كله، تعال خلينا نتكلم على جزئيه اساس القضيه. ايش اللي خلى ماجد المرزوقي يطلع ويطلع بيان؟ يعني نتجاهل هذا كله 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 ونروح لماجد المرزوقي ليش طلعت بيان؟ طيب في قضية اللي استدعت انه ماجد المرزوقي ان يخرج بيان. انت لما تجيب ايضا حتى بيان لجنة الاحتراف، شوف السطر الاخير في لجنة الاحتراف، قالوا سنحولها الى لجنة الانضباط للتحقق. طيب انت تحققت؟ مع انه لجنة الانضباط لا ما هو من صلاحياتها ان تتحقق من اجراءات التسجيل، هذا ما هو شغل لجنة الانضباط. تتحقق عن ماذا؟ إذا كان لجنة، إذا أخذناها أنه لجنة الاحتراف خلاص صارت هي خصم وشكوى، إذن حتى البيان اليوم يقول لك استمعنا إلى الأستاذ ماجد المرزوقي. طيب وين لجنة الانضباط؟ هل استمعت لها أو لا؟ هذا بعد نقطة مهمة. ولكن نجي نترك هذا كله ونمسك في جزئية إثارة الرأي العام، واضح أنا أعتقد أنه هذا فيه ننظر إلى ما حصل. أبو عبد الله عنده تعليق من أول. أبو عبد الله تفضل تكمل. ابو لما بشكل سريع كمل جملتك. لا انه اساس المشكله وين يا اخوي علي؟ إيه؟ انا اعتقد انه بسهوله انا قلتها في اول حلقه في هذه القضيه، في ليله هذه القضيه قلت هذا الموضوع، انه يجي نادي الهلال يبغى يسجل اللاعب، الشباب مو مصادق على اجراءات التسجيل، هنا في نزاع تعاقدي، روحوا طيب. الى
غرفة فض المنازعات، تفاهموا في غرفة فض المنازعات وارجعوا لي. لكن أنا كلجنة احتراف أدخل طرف وأعمد بإيميلات أنه لازم تصادق، وهو يرجع ويرد عليهم مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة، والمرة السادسة اللي لجأ فيها لما قالوا له سنطبق عليك عقوبة الامتناع. طيب أنت كلجنة احتراف ليش تكون طرف في نهاية الأمر؟ في تنازع، في قضية متنازعين عليها، ما هو شغلي، روحوا غرفة فض المنازعات تفاهموا هناك الشباب والهلال وتعالوا لي. أبو عبد الله تفضل. قبل أن أفند القرار أسأل أخوي محمد العنزي، أنت قريت بيان لجنة الانضباط واللي على ضوء صدرت عليه العقوبة؟ قريتها محمد؟ أظن هذا هو قدامك. قدامك، طيب هو قدامك مكتوب فقط إثارة الرأي العام؟ قدامك فقط إثارة الرأي العام؟ أنا أسألك الآن، هل مكتوب هذا قدامنا الآن؟ هل مكتوب فقط إثارة الرأي العام؟ بس؟ والإساءة؟ وبعد؟ وبعد؟ وش بعد؟ وبعد؟ وش بعد؟ يلا كمل. والاتهام. طيب. والاتهام. إذا إيش الاتهام؟ إيش الاتهام؟ إيش الاتهام؟ وين الاتهام؟ وين الاتهام في الموضوع؟ وين؟ عطني الاتهام. طيب سألتني. الرجل ذكر واقعة إنه لجنة الاحتراف قاعدة تضغط علي. هل هذا؟ هل تحققوا إنه هذا الكلام كذب ولا مو بكذب؟ هنا السؤال. هذا اللي أنا قاعد أقوله. تفضل تفضل. موضوع الإثارة الروح. في موضوع الإثارة الروح. محمد الشيخ. موضوع الاتهام وين الاتهام؟ أنا ماني شايف الاتهام. معليش أخوي محمد. أيوة محمد. إذا الأخ ماجد حينما اتهم لجنة الاحتراف في خطابه لوزير الرياضة، شوف حجم الاتهام، وعند من؟ عند أعلى سلطة رياضية. قال هذول يضغطون علي. إيش قالت لجنة الاحتراف؟ الاحتراف قالت هو طلب توجيهنا للقيام بما يجب عليه القيام به، وقد قمنا بتوجيهه. وفرق كبير بين أن تطلب توجيهك ونوجهك وتروح تقول للوزير هذول يضغطون علي. هذا واحد. اثنين، لجنة الانضباط حتماً طلبت المخاطبات بين اللجنة وبين ماجد مرزوقي. هذا واحد. اثنين أخوي محمد، لو أنت قريت البيان لجنة الانضباط الصادر فيها العقوبة شو يقول؟ يقول بناء على إثارة الرأي العام. عفوا، من اللي طلبت المخاطبات أبو عبد الله؟ من اللي طلبت المخاطبات؟ لحظة أبو نما، بعطيك حق الرد. لجنة الانضباط. لا بس من الطبيعي أن تكون قد طلبت. لا 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 لا، أنت قلت طلبت، أنت قلت طلبت، ما قلت من الطبيعي. أنت قلت من معلومة الطبيعي. قلت طلبت، ما قلت من الطبيعي. لا لا، أقول لك من الطبيعي أن تطلب اللجنة. ما طلبت. وفقا لبيان. ما طلبت. أبدا أبدا ما طلبت. وفق معلوماتي المتأكد منها ما طلبت. لا وكانت لا تتكلم لا عن لا التغريدة فقط. النقاش استمر ست ساعات في لجنة الانضباط. ست ساعات كلها عن التغريدة، ما لها علاقة في. والله ما جاء من إيدك يا محمد في هذه القضية إلا هالمصادر المضروبة. خليني أكمل معليش بعد إذنك. يا أخوي العيد 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 لحظة 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 لحظة. تفضل. العيد جميل، أوكي، العيد جميل، بس البس له ثوب نظيف وثوب كويس ومثل نظافة قلبي. ها، نظافة معلوماتي. لحظة، ونظافة صدق صدقي. طيب. صدقي، ها، اللي ما يقدح فيه صالح التويتري ولا غيره، ولا يطلع مثلا الأستاذ فواز الشريف يقول اتفقت انا بعيدا على العياد وعلى الهواء كلام ثاني. ابو عبد الله، ابو عبد الله محمد الشيخ، لا تجيب العيد بنفسك لان المصداقية عندك. كمل ابو عبد الله محمد الشيخ بشكل سريع بنقطة فاصل وراجع راجع الاستاذ صالح التوهجري. ابو لبى لحظه خلي يكملوا. طيب راجع صالح التوهجري. خليني ارجع يا محمد. فلجنه الانضباط ايش قالت؟ قالت اثاره الراي العام والاساءه والاتهام، وبناء عليه تم ايقاع العقوبه وفق الماده 50 فقره 4 و50 فقره 5 على 2. شو تقول 50 على 4؟ اذا تضمن التصريح ايا كان نوعه. هذا اللي انت اشرت له يا محمد بس ما كمل. اثاره للراي العام او عبارات، معليش، او اشارات منافيه الاخلاق الرياضيه يعاقب بالمخالفه بغرام ماليه لا تزيد عن 100,000. تكمل اللجنه تقول بشكل سريع ابو عبد الله بشكل سريع الوقت داهم. بشكل سريع، اذا كان من غير الاشخاص المذكورين فوق، ها، في النقطه السابقه يعاقب بالحرمان من المشاركه في اي نشاط يتعلق
بكرة القدم لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة 300,000 ريال، وهذا ما أوقعته عليه اللجنة. إذن ما قام به المرزوقي ليست مخالفة واحدة، وإنما جملة مخالفات إثاتران والإساءة والاتهام. في أقل من دقيقة أبو لما، القضية واضحة، معلوماتي اللي يتكلم عنها أبو عبد الله كلها ثبتت قدام الجميع، وقلتها في هذه الحلقة في هذا البرنامج، وكانت واضحة وكانت انفراد لهذا البرنامج، ما أتحدى أحد تكلم فيها بكل هذا التفصيل مثل محمد العنزي. لكن يجي منفرد يا أبو لما، ليتك منفرد. لاحظ أبو عبد الله، ما شو محمد، ترى سهل جدا أتهكم، سهل جدا. لا والله، تعال عطني معلومة واحدة قالها محمد العنزي. تعال عطني، لا لا لا، شوف شوف، عطني معلومة واحدة قالها محمد العنزي لم تكن صحيحة. أنا حتى العروض بالأرقام ذكرتها، اللعيبة اللي الهلال قال يعطيهم ذكرته، المبلغ المالي ذكرته، كل شيء ذكرته بالتفصيل، بالتفصيل ذكرته كل معلوماتي، حتى التي ام، حتى ايه حتى ايه حتى التي ام اس برضو طلعت ساوت. يا محمد لا تضلل الشارع الرياضي، لما كنت متحدث رسمي كنت تضلل الشارع الرياضي، الان في البرنامج طيب 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 تضلل طيب الشارع. مو هذا نقاشي، مو هذا نقاشي، اتق الله ابو لما ابو عبد الله، مو هذا نقاشنا. وانت متحدث رسمي، وانت متحدث للاتحاد السعودي كنت تضلل الشارع الرياضي، وخرج الاستاذ صالح ابو لما ابو لما ابو لما ابو لما ابو عبد الله، مو هذا نقاشنا، مو هذا نقاشنا ابو لما. لحظة أكمل أكمل أكمل، لا لا، هو خليه علي، خليه فضل، أنا حاس فيه من طق الجواب علي، من طق الجواب. إيه إيه إيه، معلش. اليوم 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 الزميل فواز شريف يقول كنت متفق قبل الهوى أنا ومحمد، هذه نفس هذه نفس اللي قريته الآن في القرار من دبي. أنت تسمع، مو هذا نقاش أبو أحمد، هنا قاعد يفضل أبو لما، أنت حتى الطرقات تتفق يا محمد، مو هذا نقاشنا، مو هذا نقاشنا أبو لما. معلش معلش معلش، اسمح لي أبو لما، أبو أحمد هنا تفضل، أبو أحمد شوي ويمشي. ترى محمد أنت قبل يومين تقول أبو عبد الله، أبو عبد الله، أبو عبد الله القميص وعلى الرقم، قلت لك يا محمد ترى الرقم مختلفين. قفل النقاش ابو عبد الله، قبل يومين. معليش لما نبهت، لما نبهت ابو احمد، ترى بنطلع فاصل ابو احمد، عندنا تعليق يا جماعه، قلت لك اركل المركز، تفضل ابو احمد. بالنسبه للسوابق، يجب ان نفرق بين السوابق داخل المنافسه التي ترتبط بعام، سوابق للافراد. لا يمكن ان اعاقب مثلا رئيس نادي كل مره في مشاكل اقول له كل سنه بسنتها، لا، اخذ فتره رئيسيه كامله، هذه يكون فيها رئيس والإداريين وإلى آخره. لا يمكن أن السوابق تعتبر داخل المنافسة بالنسبة للاعبين والأجهزة داخل المنافسة غير تماماً على السوابق، فتؤخذ بالسنوات. فاصل أخير وقصير وراجع لكم، خلكم معنا.